نجح مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي بالبنك المركزي المصري في الحصول على اعتماد وعضوية المنتدى العالمي لفرق الاستجابة والحوادث الأمنية بعد استيفاء وتلبية جميع المتطلبات التقنية والتنظيمية في فترة زمنية وجيزة، ليصبح أول مركز قطاعي من نوعه معترف به دوليا في جمهورية مصر العربية. يأتي ذلك في ضوء استراتيجية البنك المركزي لبناء إطار متكامل لتعزيز الأمن السبراني بالقطاع المالي والمصرفي، وتتويجا لجهود مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي خلال السنوات الأربع الماضية، وحرصه على اتباع المعايير والمواصفات الأمنية الدولية والامتثال لها والتأكد من تطبيقها، ما ساعد على نحو كبير في سرعة اجتياز جميع عمليات المراجعة والتدقيق المنفذة من قبل المختصين بمنظمة فيرست الدولية على مدار الأشهر الأربع الماضية.